يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأحيان. وفي مالي بنان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 19-13، الإسكندرية 18-12، مطروح 17-11، بورسعيد 19-12، الإسماعيلية 20-11، إلى السويس 20-12، العريش 20-11، طابة 20-12، شرم الشيخ 22-14، والغردقة 22-13، إلى الأقصر 20-9، أسوان 21-11، الوادي الجديد 21-8، شلاتين 23-15، وحلايب 19-16. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.